الاخوان هي 150 ماشي 140. واد 150 دارت لي الكارثه من نهار قلت راه ملي نسالي واد ربعه ان شاء الله تنجح التجربه نجيبو 150. دارت لي 150 الكارثه. تيجوني ميساج ديال بنادم مرتاح خويا والله الا فرحت ان شاء الله انا غادي معاكم ان شاء الله باذن الله. صافي عرفتي ملي 150 والله الا ارتحيت السطر حنا 30 مليون غادي نهزو منهم 150 واحد. 30 مليون عرفتي شنو هي 30 مليون؟ راه ما عندكش الحظ عندك 0.001 انك تكون من دوك ال 150. وبالتالي غتنوض تخدم على حقيقه هاد السلسله اللي جايبين هاد ربعه الناس والمصور الكاميرامان بروديوسر من احسن الناس اللي تيقدو شي حاجه ناضيه. خدمتو مناضيه باش نصوروا لك السلسله باش نحطوها باش تمشي تخدم باش تفرج فيها تمشي تخدم. 150 حتى هما غادي نصوروا لك اكسبيريونس وغادي نحطوها باش تمشي تخدم. راه ما يمكنش راه ما عندكش الحظ باش تجي. راه خاصك تنوض تبدل حياتك خاصك تنوض تخدم. صبر دوز السطوريه الجايه صبر. راه بزاف الناس ما جاوا لتايلاند ما داروا والو ريحوا شافوا الدوره ديالي سد على راسو. اهم حاجه سد على راسو. راه الدراري اللي غادي يبانوا لكم من بعد نجحوا هنا في تايلاند راه المهاره الوحيده هي جينا سدينا عليهم في واحد البيرو صحاق. خاصك تجي من هذا الوقت لهذا الوقت ومن هذا الوقت لهذا الوقت وخاصك تجلس تما. بعض المرات كيسالوا كيجلس كيتفوه كتقول له تعلم شي حاجه جديده تعلم كيتسنى فهمتي الربعه يمتى يخرج بحال مريح في الحبس. انت ما قادرش تسد على راسك فهمتي. حنا سادين عليهم صافي هذا هو الفرق. بغيتي انت نجيو نسدو عليك سد على راسك راه غادي تعلم طريح كلشي كاين. وعاد زيد هاد الدوره ملي غادي نسجلوها كامله اللي تحط فابور 100% هي ماشي دوره كثر ما هو كندوزو لك زعما هادو ها كيفاش جاو ها شنو علمناهم في هاد البيريود هادي ها البروسيس باش مشينا معاهم ها شنو خداو بالضبط شنو قلنا لهم كاع داكشي قلنا لهم سجل غاتسمعو حتى انت خاص تنوض ديرو وتجي يسر عليك الله وما تسناش فهمتي. راه 150 راه حنا 30 مليون وانا غادي نزيد واحد السطوريه اخرى غادي نشارك فيها شي حوايج اخرين حتى هما مهمين خاص تجيو معاك. وسمحوا لي الاخوان اللي كنتعصب عليكم لان راه انا ما فهمتش انا هاد بنادم تيجيني مرتاح اخويا والله الا فرحت ملي 150 راك ما جايش من الاخر نجيك الحظ باش تجي هو 0.0 راه حنا 30 مليون عاود تستوعب هاد الحاج واش تسنى حتى تجي عاد تبدل حياتك راه ما يمكنش. حنا ناويين نديرو ان شاء الله 150 مغربي ونعاودو نديرو 150 مغربي وناويين غادي نساو المغاربه لان الخطره ما كاينش المغاربه في العالم غادي ندوزو للدول الاخرين. الفيرسيون الثالثه غادي يكونوا فيها واحد النسبه الجزائريين واحد النسبه المصريين واحد النسبه ديال السواعده واحد النسبه ديال الاردنيين. غادي نديرو فيرسيون اللي تجمع الدول العربيه فهمتي. على حقيقه راه غادي يكونوا داروا ثلاثه النسخ بالدارجه. النسخه اللي بالعربيه الاول الدارجه الاولى والنسخه الثانيه ديال 150 النسخه بارك بارك اللي المغربي اللي ما تفروش اصلا كاين بزاف الناس تفروا داكشي اللي شاركنا من ورا هادو الا ما تفرتيش يسر الله يهنيك فهمتي. من ينسى غادي ندوزو لدول اخرين راه فيها ما يتخدموا ناس خاصهم اللي وجههم غادي يخدموا تيخدموا نيت ديال بصح. الاخ يقدر السؤال ديالو ما يكونش مفهوم تيسولنا على الترون سيرفينغ اللي هو واحد النظريه واحد الكتاب ديال واحد الكاتب سميتو فاديم زيلاند فهمتي. من احسن الكتب اللي قريت وباش نقول كتاب نمبر 1 على حقاش كل فتره تكون عندي شي كتاب رقم 1 على حسب الفتره اللي انا فيها في حياتي فهمتي. ملي كنبقاش كنلتزم بالعادات كيولي اتوميك هابيتس هو الكتاب رقم 1 فهمتي. كاين ذا كومباوند ايفيكت مره تيخصني ذا ترون سيرفينغ ملي كنت جاي لتايلاند كتاب هو اللي بقيت كاس هو الاتوميك هابيتس كاس كنقراهم لان ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. لان انا كنسى خاص تقرا وتبقى ديما تقرا مع شحال من واحد يقرا كتاب يقول قريته لا العشي ورانا راه قريته عاود قريته عاود قريته عاود قريته. هذاك الكتاب الاخ يكفي ان الانسان يطبقه ولكن راه الانسان تينسى تجر الحياه داخله في ترون سيرفينغ. يكفي ان تقرا وتطبقوا تعيش حياه واعره واللي بغيتها توصل لها ولكن شكون اللي شكون راه الحياه كتجرك راه المهم اللي قرا راه يعرف علاش وكيفاش. الاخوان هذا ما سؤال ما والو تنحترم مولاه اللي هزيت بالضبط كتب هذه الجمله على حقاش اللي بحالك بزاف الاخ فهمتي. وانت واحد فيكم ما يتقلق الاخوان تزكا واش هدا تريح ريح في كريسي رياح تكا راه احتمال باش تجي هو 0.0 واحد على حقاش راه 150 ولكن راه كلشي كاين في الانترنت. غتقلب على غتكتب simulife.com/ecoman كتبها هنا الفوق غادي تدخل ليها تلقى الدوره ديالي من ا تال زد عطاها ساعه في النهار مفسر فيها كلشي. وابخي حنا بليزير منا درت انا انفيستيسمون اللي هو شخصي تا واحد ما انفيستي معايا تا واحد ما حط فهمتي فلوس تا واحد. وبالعكس ما باغيش نبقى نتسيلبا وندوى على المشاكل اللي طراو من ورا ما قلت غادي نجيب اربعه للمغرب على حقيقه فقدت فيها شحال من دري صاحبي والوالده ديالي فقدات فيها صحاباتها اللي كانوا كيتصلوا بها تيقولوا لها لا يتجا ولدنا علاش يتجا البراني وتضا والوالد اللي فقد فيها صحابه فهمتي. ما باغيش نتسيل بها عاوتاني ما باغيش.
ما باغيش ندوي على الغيساني المدير ديالي، وكان اللي قال لي وقف غيسيمو داكشي، انت مريح في الطيرون وقلتي هضره وبنادم تيجي جي عندي للدار كاين المدام تيصونيو عليها وتقول لي عافاك خصنا نمشيو عافاك خصنا نمشيو. يجي يحيى قال لي وقف، فهمتي المدير ديال السعوديين قال لي وقف البيرو عندنا، بنادم جا وقفنا قدام البيرو سد علينا الطريق كذا وقف، انت جالس في الطيرون تقول هضره احتمال الخبز تمشي هو الصرف واش نتكر السلبيه كامله اللي طرات بسبب قلت غادي نجيبو اربعه، راه العالم بغيش راه ماشي انت اللي بغيتش، غير ارتاح الاخ. راه حنا هذوك الاربعه اللي جبنا عاطين بهم هي قدوه ديال انت راه هادو تبدلوا، حنا تنحاولوا معاهم غاديين معاهم راه الحمد لله غادي نجي افونسي، وحق الله الدراري اليوم جالس معاهم ماشي هما الدراري اللي جاوا وغاديين تنضاو ونصوروهم وكذا، وداك الشيء اللي طرينا ورقلنا اليوم وداك الشيء اللي وريناهم كامل نبارطاجيو معاك من بعد. احتمال تجي هو الصرف واحد 150 واحد من 30 مليون، راه واخا نجيبوا لي جبنات تقول لك ما جبتونيش انايا وتبكي لينا، راه ماذا بيا الاخوان، راه ماذا بيا نجيب 30 مليون، ما يمكنش تجيب 30 مليون، راه واخا نبقى ندير 150 في 150 في العام راه ما يمكنش، راه انا اللي غادي نمول بتمويل شخصي هو 40، يا كاش كنت قلت لكم الا نجحت 4 غادي نجيبوا 40 من ورا سمعتوا 150، على حق كداش قلنا القاعة كبيرة، ممكن لقينا واحد البلاصة فيها قاعة كبيرة، وداك البروف اللي كيشرح كيشرح لأمة الناس، ودوك الناس اللي كيغطوا معاهم البال صافي فهمتي، بدينا تنحطوا البروسيس ل 150، ولكن لا الآخرين راه غادي يخلص، غادي يخلص الفاكتورة ديالو ديال اللوطيل، تقول لي شتي اللوطيل بشحال قايم، الماكلة بشحال قايمة، ونرجعوا للفوليوم، على حق كداش إلا مشيتي للوطيل بواحد كتعطيك ثمن على، حنا نيغوسينا الفوليوم كدا، تنقولوا بروف تيقري تيقري قري الجماعة. للماكسيموم هي 150 واحد في القاعه، هذا هو الماكس اللي لقينا. قول لي كاينه قاعه فيها 6000 ما تعرفش كونتروليهم بحال الجامعه فهمتي، ما اجي ولا البروفيتي دوب بنادم ما مسوقش، لا 150 محكومه بحال شي حبس فهمتي، لابسين نفس اللبسه ما عرفتي التليفون كل هنا جلس قابل الدرس. ومن هنا لتما الاخواني حلم الله، خلونا ننجحوا هاد الاربعه الاخوان، راه ماشي كلشي بغى يجي كلشي كذا، راه شوف راه عارف انا كاين بزاف ويخلصوا، لان الثمن غادي يكون جد رمزي اللي هو ما بين 3.5 ديال المليون ماكسيموم 6 ديال المليون، هذا هو الثمن، على حقاش كل لوطيل كان نيغوسيو معاه، وكنمشيو الاخوان صحاب لي زوطيل هما اللي كنساليو مع لوطيل تيقول لك حكا عندي 26 روم ما نقدرش نعطيها لك، علاش؟ كارينا عندي دي زاجونس هذيك خالص فيها، تنمشيو كنيغوسيو مع لي زاجونس باش ناخذوا لوطيل كامل، انا تنقول لا خصنا نسدوه ما ينقص شي واحد الصور ولا نقص كلشي يدير ليه باندا في رجليه، ما بغيتهاش تفليت فهمتي، يقول لك برصطاتني كدا في رجليه نقصتي خرجتي غادي تمشي في حالك اخويا، غادي نسدو عليك هنا 60 يوم غاتجلس تعلم الصباح والعشيه، الفطور ديالك هنا، الغداء ديالك هنا، العشاء ديالك هنا، ما عندك فين تمشي 60 يوم، غادي تجي واحد السبور ديالك هنا، غاتجي واحد غاتخرج واحد، والثمن راه ما كاينش، ارخص جامعه في المغرب ما كاينش، وزيدوا المرابحين التلعبه من الاخر. الدراري والله الا كتجيني في شكال هاد السميه هادي ديال الدورات الكوينيه، دابا تنديرو دورات كوينيه اصاحبي خليتي نحس فهمتي راه حنا في المدرسه. المهم ماشي مشكله الخو، ان شاء الله دابا الخوت التركيز مهم، دابا عندنا ضربات الناس غادي نركزو معاهم، غادي نقابلو مير ومايا حتى ان شاء الله يساليو هادشي فهمتي، يساليو هاد وينجحوا عاد ديك الساعه ينجحوا، هي الاولى انا مركزين معاهم مليون في المية ينجحوا، مورا ما ينجحوا عاد ديك الساعة غادي يجي شهر رمضان، شهر رمضان كدوزو في البلاد في المغرب فهمتي، رمضان ما كيدار فيه والو، رمضان تيصلح للخدمة تنوض تشعل بيسك تخدم، وبالليل تفهمتي تفطر وتمشي تعبد صافي، رمضان شهر ديال العبادة، العمل عبادة بالصباح والعبادة عبادة بالليل صافي، يعني من ورا رمضان إن شاء الله يعني كندوي على شهر 5 6 إن شاء الله، شهر 5 6 وكاين واحد البروسيس طويل الخوت، يعني صبر صبر ندير في ستوريج باش تفهمونا الخوت، باش تفهمونا شويه. دابا الخوت كنقولوا شهر 5 6 ان شاء الله عاد نديرو ديك 150، ولكن الخوت راه ماشي بهذه السهوله، راه خاصو طيل، وقلت لك المشكل كتلقى مع لي زوطيل كتلقى مريزيرفيون ولي زاجونس، يعني هادي بقى شاد لك واحد لابارتي، دابا حنا كنقلبوا شي وطيل غادي نحيدوا منه ديك لابارتي، هادي واحد جوج الخوت، انت راه انت ملي غادي تشري الله خلص فلوس ماكلتك وصداعك وداك الشيء فهمتي، بيستيك بيان سور تشري الراس كتجيب بيستيك الصداع هذا ما هادشي فرعون وهادشي هذا استثناء، حنا ما حلينش الحضانه يعني تجيب صداعك وداكشي، يعني شكون غادي يخلص المصور؟ خصني نخلصو انايا، يعني شكون غادي يخلص الاساتيد؟ خصني نخلصهم انايا، يعني خاصنا نقلبوا سبونسورز من جهه اخرى، انا ديجا مخلص على 40 الناس باش يحضروا معاك، ديجا مخلص على 40 الناس، يعني خصنا واحد الوقت باش نجيبوا سبونسورز اللي هو واحد الشهر شهرين ان شاء الله، وكاينين دي سبونسور كبار وكاينين دي سبونسور اللي باغيين سبونسوريزيو ما عندنا ما نديروا فلوسهم، لان فهمتي تلقى مع هو لا فيجن لا والو، ما تمشيش مع الفيجن ديالك.
باش نشرح لك الخو هذا ما كتمشيش مع الفيجن ديالك. بحال قلتي ايفينمون ديال الرياضه مسبونسور ديال شركه الكار، هادشي جوج ما كيركبوش. بحال قلتي ايفينمون بحال هذا ديال اونتربرونيا مسبونسور ديال شركه ديال التقمار، فهمتي؟ ما يعني فهمتي بحال هادي باش تفهم الفكره ديال. وبالتالي خاص بزاف ديال البريباراسيون، خاص بزاف ديال الامور القانونيه. الفيزا اللي غادي تجي بها راه غادي تجيب فيزا ديال ستودنت ديال تلميذ، يعني خاص شي ايكول اللي تضمنك هنايا في تايلاند. خاص بزاف ديال الحوايج وبزاف الاجراءات، راه ماشي راجي راه الخوش شويه الوقت. راه حنا كل حاجه، ولكن رجع العيال بديت الفيلم الله يحفظك فين خليتها نشحوا هاد الربعه. حنا دابا خلونا الدراري مركزين، ما تشتوش لنا التركيز ديالنا، نشحوا هاد الربعه. الباقي كلشي غادي يجي الاخوان باذن الله 150 في 150، ونساليو المغرب وغادي ندوزو ان شاء الله لفيرسيون اخرى اللي فيها الدول العربيه، وان شاء الله ما جاي غير الخير غير بشويه. سلاو دا هادي بنت اللي طرحت هاد السؤال هذا، عليها اختارت هاد السؤال هذا. ان شاء الله الفيرسيون الجايه غادي يكونوا فيها البنات. اللي غادي نخلص عليهم انايا 40 من دوك 150 40، غادي نخلص عليهم انايا التكاليف ديالهم كاملين، غادي يكونوا 10 بنات 30 ولد. الباقي في التوتال غادي نحاولوا تكون 50 بنت 100 ولد، فهمتي؟ هادشي التوتال، في التوتال كامل غنحاولوا هاد المره هادي تكون 50 بنت ان شاء الله و100 ولد. هاد الفيرسيون هادي لان حنا الله تنقدر المقرر، فهمتي؟ يلاه كنقدر البروسيس وجيب الناس اللي صعاب اللي بحال فرعون وبرقل نتوما، فهمتي؟ تقول لك علاش اختاريتو هادو؟ دوك الدراري راه بغينا ناطرو في ديك الشريحه ديالهم، وجوج هي بغينا شي واحدين صعاب، انت شاهد عليهم انهم صعاب، فهمتي؟ باش نقادو واحد المقرر اللي كيصلح لكلشي، كيصلح للجميع. الا قدرنا نغيرو هادو كنغيرو اي واحد. صافي الخوت، ودابا حنا خدامين، خليونا خدامين، وراه باقي كلشي جاي وكلشي ان شاء الله فوقيتو.